السلام عليكم، يعطيكم العافية يا أخوان. السموح على التأخير، بس كان عندي شوية السيستم علق. السموح مرة ثانية، وأتمنى أن يكون صوتي واضح قبل لا أبلش الدورة. السموح على التأخير، السيستم كان عندي معلق جدا. حياكم الله يا أخوان، أتمنى قبل لا أبلش أن يكون الصوت واضح عند الجميع. يا مرحبا الشباب، الصوت واضح الحمد لله، ممتاز. أقدم اعتذاري مرة ثانية وأقول آسف، السيستم صار فيه خلل شوية والحمد لله اشتغل. اليوم دورتنا اللي هي دورة الموفينج افريج تحت رعاية نورسيم أكاديمي. طيب، بالبداية قبل أن نبلش الدورة بس بتكلم معاكم موضوع اللي هو موضوع الاستثمار وأسواق المال العالمية. بالبداية لابد من الاستثمار، والاستثمار تقدر تستثمر أنت في بورصة الكويت، تقدر تستثمر في الأسهم، تقدر تستثمر في العملات، تقدر تستثمر في العملات الرقمية، تقدر تستثمر في السندات. لازم 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 تشوف مدخل ثاني أو على قولتهم مشروع ثاني علشان تقدر انك انت يعني تسترزق من وراء. ودائما انا انصح الاخوان، اذا انت متداول في اسواق المال العالميه خصوصا في سوق العملات الاجنبيه، نصيحه من اخ الى اخوانه، شوف في شركه تكون معتمده من هيئه اسواق المال، ولله الحمد شركه ان سي ام شركه معتمده من هيئه اسواق المال، علشان تضمن فلوسك، تضمن انها موجوده، ما تحاتي. لان المشكله شنو؟ ان في بعض الشركات للاسف انهم دخلوا بالنصب وكل شيء. انا اسمح شركه ان سي ام، والله الحمد شركه معتمده، شركه لها مقر في الشرق دار العوضي بالميزانين، تقدر هناك تروح تشوف الشركه وتشوف الرخص مالتها وتشوف كل شيء. وللعلم شركه ان سي ام من الشركات اللي موفره حق عملائها كل شيء، موفره لهم الدورات المجانيه سواء كانوا مبتدئين او متقدمين، وموفرين ديوانيه اسبوعيه كل اثنين نقدمها انا اخوكم محمد الانصاري مع الاستاذ عبد المحسن العصيمي. الدوره الديوانيه من الاثنين هي نعطي فيها تحليل اسبوعي للسوق، يعني كتوقعات على اسس ودراسه في موجات الليت ويف. هذا كانت بس بالبداية معلومة عن الشركة وعن المواضيع اللي تصير. بالبداية يا شباب، خلونا الحين نتكلم على الموفينج افريج. وايد ناس متداولين بيستخدمون الموفينج افريج. الموفينج افريج هو مؤشر متوسط المتحرك البسيط، وهو أحد الأدوات التقنية المستخدمة في تحليل الأسواق المالية، ويستخدم تقلبات السعر وتحديد اتجاه السوق، ويعد مؤشر التحرك الإفراجي إحدى Moving Average الاستراتيجيات المعتمدة على المؤشر المتوسط المتحرك. يعتمد على إضافة خطين، مؤشر رسم بياني يمثل الخط الأعلى في متوسط متحرك والخط السفلي في متوسط متحرك منخفض، يمكن ضبط عرض الحزمة الإفراج بناء على تفضلات متداول. ماشي، هذا كله كلام على قولتهم تعريف على المؤشر. انا ادري ان احنا يعني احنا الحين كلنا متداولين، سواء انت حضرت الدوره ولا ما حضرت، كل يعني اللي موجودين هني كلهم متداولين وكلهم يعرفون شنو هو الموفينج افريج. هو متوسط السعر. يعني شنو يعني متوسط السعر؟ يعني طبعا احنا بس على فكره، بس اللي اول معنا اول مره معنا بالدوره، الدوره احنا دائما نحط نظري وعملي. يعني بالبدايه احنا شرحنا نظري، ودائما عندنا يكون العمل اكثر من النظر. حلو، دائما يكون عندنا احنا العمل اكثر من، لان بالنهايه انت متداول، يعني انت شغلك عملي اكثر من النظري. حلو، انزين. شنو الخطوات العامه لاستخدام مؤشر الموفينج افريج؟ اول شيء عندنا هي الفتره الزمنيه للمؤشر. طيب شنو يعني؟ يعني في أشخاص عندنا متداول يومي،
او يسمونه المضارب، اللي هو خلينا نقول يدش من الساعه 9 الصبح لغايه 6 المغرب. حلو، من 6 الصبح من 6 من 8 الصبح ل 6 المغرب تلاقي يتداول على استراتيجيه معينه او على نظريه معينه وعلى كذي. مثال احنا اخترنا الحين الموفينج افريج على فريم الساعه، كلام سليم، وحطينا الخط الموفينج افريج اللي هو الطبيعي الموجود عدداتنا الطبيعيه الموجوده عندنا في ميتا ترايدر 5. حلو، خلينا نقول مثلا حطينا على الساعه. شنو يعني على الساعه؟ معناته انه هو يعطيك على كل، على خلينا نقول احنا حطينا على اللي هو الفتره الزمنيه مال الموفينج افريج، حطيناها خلينا نقول على ال20. حلو، على 20 حطينا مثال، معناته هو يعطيني على 20 ساعه الخط الموفينج، سواء كان اذا كان فوق او اذا كان تحت. حلو، والمؤشر انت تقدر من خلاله تحدد نسبه التحرك الافراجي لحزمه الافراج، رسم بياني تستخدم، لازم تحط اللي هو الشارت، ويقولك من افضل مؤشرات التحليل الفني والترند يعطيك الاتجاه. واهم شيء، اهم شيء يعني يخليك من يعني يحميك من اداره المخاطر ودمج، تقدر تدمج استراتيجيه تداول مع اداره المخاطر اللي هي حق محفوظه. هذا بالنسبه حق الموفينج افريج. زين، طبعا هذه من يعني من افضل الاستراتيجيات الموجوده او يعني الكل يمكن يتكلم عنها، اللي هي انا احطها على الموفينج افريج 14 اللي هو الطبيعي اللي موجود بالمنصه الفريم 4 ساعات. حلو، الموفينج افريج 14 اللي هو البسيط، اقلاق الهدف يكون 120 نقطه، الستوب لوز 60 نقطه. حلوين، زين هذا شنو كل الحكي هذا؟ انا ماني فاهم، انا توني اول مره اتعلم على الموفينج افريج. انا الحين انا تكلمت عن الموفينج افريج بشكل سريع وبسيط ونظري. النظري انا يمكن او انا من الاشخاص النظري ما يهمني كثر العملي. حلوين، واتوقع انتم نفسي لانكم كلكم تداولين. حلو، انا ما بحط يعني في ناس يحط لك تاريخ انشاء ومتى طلع الموفينج افريج ومنه اللي استخدمه وكذا وكذا، هذا كل هذا حكي ما يفيدني. انا يفيدني لما ابي انزل الشارت عندي اشوف الخط واشوف تحركاته واشوف هذا. فالحين احنا راح ندش بالعملية على طول. هذه واحدة من الاستراتيجيات الدارجة في اليوتيوب تلاقيها، ولا في اشخاص يمكن يسولفوا لك عنها، او هل انت سمعتها من قبل انا ما ادري، بس هذه هي الاستراتيجية الدارجة في الموفينج افريج. حلوين، خلونا نحفظ الشيء. بس قلنا فريم 4 ساعات، الموفينج افريج 14، بسيط اللي هو سمبل كلوز، راح يكون هدفنا 120 نقطة، وقف الخسارة 60 نقطة. طيب لما انت تيجي تقول لي الحين موفينج افريج على 4 ساعات و14، شنو يعني؟ يعني على لما احط الموفينج افريج على فريم الاربع ساعات معناته على 14، معناته انه راح يعطيني 14 شمعة كان اتجاهها وين؟ على 4 ساعات. هلا استاذ عبد المحسن، هلا هلا فيك، هلا وبد بشورك، هلا والله، هلا شو الاخبار؟ صحيح طيب، اشتغل السيستم. هلا يعطيك العافية والله، هطل معك. لا يا حبيبي، قواك الله محمد، يعطيكم العافية والله، انا اللي منحرج والله منكم. الله يعطيك العافية. هلا هلا محمد. محمد كنت عذر السموحة، يمكن دشينا متأخر على الدورة، بس تعرف شو صار بالسيستم شلون علق معنا. محمد انا شرحت، تعرف يمكن شغلي اكثر شيء عملي، بس اعطي نبذة صغيرة عن نظري بعدها ندش على العملي. فانت ايش رايك في الموفينج افريج؟ شنو تنصح فيه على ما افتح منصة عندي انا؟ هو سلمك الله المبتدئين، هو الخط السير، خط سير الرحلة الموفينج افريج. وانا اعرف ناس انها ما تشتغل الا بس الموفينج افريج، بس شغالين على الموفينج افريج مثلا، خصوصا اللي يعرفون نماذج سعرية. الموفينج افريج يعطيهم نقاط دخول افضل اي مؤشر ثاني بالنسبة لي يعني، بس تختلف الاعدادات يعني. صح، انزين. اول شيء محمد، انا في يمكن حطيت هنا مثال او في استراتيجيه معينه، يمكن هاي الاستراتيجيه الشائعه على قولتهم الحين، او مو الحين، على ايامنا محمد، على ايام 2013 2014 هذه كانت اول استراتيجيه تعلمنا عليها احنا الشغل اللي هو الموفينج افريج. شنو هي؟ يقول لك فريم 4 ساعات، الموفينج افريج عادي طبيعي 14،
بس سمبل الاغلاق وهدفك 120 نقطه، الستوب لوز 60 نقطه، يعني الهدف اكثر من وقف الخساره. معي محمد؟ تمام. زين خلنا ناخذ مثال ونشوف. اول شيء يا شباب البدايه، او ما تنزل عندك المنصه تروح على الانديكيتر اللي هو المؤشر، تروح على انسيرت اول واحد انديكيتر، تروح على شنو؟ على كلمه ترند. يعني شنو الترند هذا؟ الترند اللي هو يعطيك هذا كلهم هذه المؤشرات الاتجاه. زين طيب هل انا راح انزلهم كلهم عندي؟ لا طبعا لا، مستحيل. راح اروح اختار اللي هو الموفينج افريج، هذا اخترته. حلو، هذه الاعدادات الموجوده بالموفينج افريج. في ساعات حاصل الموفينج افريج حاطين 10، وبعض المنصات حاطين 14. احنا سواء 10 او 14 ما راح يفرق معانا بهذه الاستراتيجيه. حلو، احنا بنقول 14، تبي تحط 10 ما راح يفرق يعني. طيب هذا الشفت خلينا نسمعه، هو لا تغير فيه شيء. هنا عندنا اختيارات، احنا دائما نختار شنو؟ السمبل اللي هو الحركه البسيطه. حلو، وهنا يقول لك شنو الكلوز اللي هو الاغلاق، هل انت تبي عند الاغلاق ولا الافتتاح ولا الهاي ولا اللو؟ لا احنا نبي الاغلاق، اهم شيء هو السوق كله اغلاقات. يحسب لك طيب. 14 شمعه اغلاق 14 شمعه، كم المتوسط مالها؟ ايوه عليك نور محمد، ممكن بس تعيد النقطه هذه 14 شمعه. بالنسبه للكلوز يا شباب، مثلا الحين ابو بدر حط 14 سمبل وحط سلمك الله الكلوز، فخلاص احنا اعطينا المؤشر امر انه يعطينا متوسط اغلاق 14 شمعه لورا. وين كان السعر؟ فوق الموفق ولا تحت الموفق؟ ليش ما شرحت علمني؟ ليش ما شرحت علمني يا ابو بدر؟ لا بالبدايه، لا ما راح نوقف على الموفنجات، بس بالبدايه الحين الاستراتيجيات، بعدها ان شاء الله انت تدش معنا وتشرح على اللي هي الموفنجات. اوكي طيب، بالبدايه الحين هذه الاستراتيجيه اللي هي على فريم 4 ساعات موفنج افريج. زين الكل يعرف، او ما ادري هلا في اشخاص ما يعرفون، يقول لك اذا كانت الشموع اللي ما ادري شو السعر فوق خط الموفنج افريج يعني اتجاهه صاعد. حلوين، واذا كانت الشموع تحت الخط الموفنج افريج يعني اتجاهه هابط. طيب واذا كان قاعد يمشي السوق جانبي، هنا انت خليك حذر من السوق ولا تتخلاه شراء ولا بيع. طيب طبعا يفضل انك انت تحلل السوق، لا تعتمد على الموفنج افريج بروحه. اوكي خليك يعني خليك سلس مع الاستراتيجيه او مع النظريه اللي انت ماشي عليها. طيب خلينا ناخذ احنا الحين عندنا هنا عندنا اول شيء الشمعه سكرت فوق الخط الموفنج افريج 14. شايفين الشمعه هذه سكرت فوق خط الموفنج افريج 14. حلو زين، وبعدين طيب اول ما سكر شمعه، اول شمعه تسكر فوق خط الموفنج افريج، انا راح اشتري. اذا سكرت فوق الخط راح يكون عندي الهدف، عندي هنا تيك بروفيت، مية وعشرين نقطة. حلو بالأخضر، وعندنا ايه وعندنا الستوب لوز راح يكون 60. هذا الستوب لوز 60 نقطة. حلو حط مكان حق الانتر دخول. اي اوكي عشان اعرفهم بالضبط، هذا راح نخليها باللون الازرق. ايوه حلو، وراح نخلي منطقه الدخول يا شباب اللي هو الانتر راح يكون باللون الاخضر. حلو زين، وين راح يكون دخولنا؟ الشمعه هذه سكرت فوق، راح يكون الدخول عند اللي هو الاغلاق الشمعه عند 2031، راح يكون الدخول عند 2031.
حلو. طيب اول ما ادش اول ما ادش عند اول ما اشتري انا من هني، فشوف الاستراتيجيه، اذا صعد معك كل 40 نقطه تحرك وقف الخساره. يعني مثال هذا نظام اداره عقود الحين قاعد تتكلم. ايوه عليك نور، شلون تتكلم على شيء ثاني شباب. اي يعني انا الحين دخلت محمد هني شريت السعر عند 2031، عندي انا الهدف عندي 120 نقطه، يعني كم راح يكون الربح؟ راح يكون 2043، راح يكون عندي تيك بروفيت 2043. خط افقي احنا نحط خط على 2043. انت ان يوصل 2000 حلو. انا هني كان عندي تيك بروفيت، غير لونه صح عليك. حلو، وهني انا عندي الشراء اللي هو باللون الاخضر الدخول. عندي شمع هذه وقف الخساره اللي هي قلنا 60 نقطة، يعني عند 2071. 2017 آسف 2027 27 2027 عند 2027. حلو، يعني انا شاري من هني، ستوب لوزي يا دوبك هني راح يكون، والهدفي عند الخط الازرق. طيب زين، بعدين يقول لك ترفع الستوب لوز لما يتحرك كل 40 نقطه. خلينا نقول مثال، بعدها صار عندي 40 نقطه، يعني وصل لغايه اللي هو 2035، هذا كان او ما يسمونه بالهدف الاول. الهدف الأول كان صار 2035. حلو، ممتاز. أول ما يصعد عند الهدف الأول اللي هو 40 نقطة، على طول وقف الخسارة، وقف الخسارة يتحرك لغاية شنو؟ لغاية 40 نقطة قدام. يعني كم راح يصير؟ راح يصير 2027 و40، راح يصير 2067، اسف 2007، 40 نقطة 2031، راح يصير وقف الخسارة عندي عند كم؟ عند 2031. هذا شباب إدارة عقود، احنا الحين نتكلم على الاستراتيجية. أيوة. نفسها بشكل عام ايوه كامل، لان كل واحد كيف كل واحد كيف عشان يدير العقود على راحته. ايوه صح عليك. زين، وصل حق الهدف الاول خلاص، راح استوبنا عند دخولنا معناته. طيب بعدها وصل عند عند كم؟ صار ربحيه عند 80 نقطه، ربحنا كم؟ صعدنا صارت 2005 و 2039. لا ترى اختارت الخطوط ممكن تشتتنا كذي. اوكي ماشي، احنا شرحناها ممتازة. حلو، فتصعد معك الستوبلوز لغايه انت شنو؟ خلاص لما يبدا لغايه الهدف، او اذا نزل عكس عليك السعر خلاص انت هني ضمنتك على الاقل 40 نقطه، هذا اقل شيء. حلو، طيب هذا بالنسبه الحين حق الشراء. نروح الحين حق البيع، شنو صار معنا هنا بالبيع؟ صعد السعر، بعدها الشمع عندنا هذه سكرت تحت الخط الموفينج افريج، ممتاز. خلاص انا تبرمجت ان هدفي 120 نقطه، ستوب لوزي 60، تيك بروف تحريك تريدنج ستوب كل 40 نقطه.
بالنسبه حق هذه الاستراتيجيه الاولى. الحين محمد مثل ما تعرف ان الناس تبي تقاطعات الموفينج افريج، وشنو تشوف انت الموفينج افريج اللي تقول عنه هو كليميا؟ اتمنى انك انت تتفضل وتشرح لنا اياه وشلون طريقته وشنو تبي يحط. الحين عبيدر شرح عبيدر الحين ان الاسعار يا تخترق او تكسر الموفينج افريج. في استراتيجيه ثانيه طبعا. شوف يا شباب، الموفينج افريج هو وسيله مساعده فقط، يعني تعتمد عليه اعتماد كلي، هذا اكبر خطا. هو فلتر حق اي استراتيجيه عندك، وفلتر محترم يعني ممكن يعطيك نقاط دخول افضل من غيرك. الحين احنا شرحنا الاختراق والكسر الموفينج افريج، في التقاطعات وبدر صح ولا لا؟ اذا تقاطع موفينج كذا مع كذا يعطيك بدايه اتجاه صاعد. ايوه عليكم، صحيح صحيح. فنحط مثلا بويدر ال 25 والأمية سمبل كلهم. طيب حلو، أو مثلا هذا نفس أول قبل استراتيجية الترند المكسور 100 عادي. مش أوكي، خلنا يلا أول شيء خلنا على التقاطعات. كم تبي حط؟ 100. حلو، والثاني محمد 25 و100. 25 ممتاز. نروح على شباب، نروح على insert indicator trend moving average 25، وهني نغير اللون، نحط لون أزرق. حلوين حلوين. زين، أول شيء بالبداية أنت ليش حطيت اللون؟ عشان نضبط، إذا كان الأحمر فوق معناته اتجاه هابط، أزرق فوق اتجاه صاعد. أيوة حلو، هو القيمة الأكبر يعني. عليك نور، كل ما كبر موفينج أفريج كل ما كان هو للهبوط، والأصغر عدد هو للصعود، عدل؟ ممتاز. حلو، زين، شنو محمد شوف الاستراتيجية هذه؟ طبعًا هذه الأرقام هذه إحنا شايفينها عند ناس، يعني يقول لك إذا تقاطع الأزرق لفوق يعني معناته الاتجاه أيوة لسه مستمر شراء. هو شوف ال 25% ما تشتري مع التقاطع، لا يقول لك مثلا اذا عندك اي نموذج استمراري صاعد فهو صاعد، لكن ما تشتري مع التقاطع ولا صاعد ابو بدر. لا لا، احنا اول شيء بداخلنا نشرح التقاطع اللي هو بدايه تغيير اتجاه يا سلام عليك. ال 50 و25 حط اي شيء نصه. ايوه حلو، هنقوم مثال 50 محمد دقيقة، احنا عندنا الحين مثال، الحين احنا هني حلو عندنا صار تقاطع هني حلو انزين. بس لو تلاحظ في شغله بالتقاطع محمد عشان الناس بس تنتبه حق الموضوع هذا، ان خط الموفينج افريج اللي صاعد والثاني صاير الى الان شويه مايل، فيفترض انه يكون الاثنين باتجاه واحد، ما يكون يعني ما يكون واحد فيهم مثل ما تقول يعني عوج، لا لازم يعني واحد عوج وثاني سيده، ما يصير. حلو، يعني شوف هني صحيح ان الازرق تقاطع وصعد فوق بس ما في فرصه صح بالضبط. ليش؟ لان الموفينج افريج الاحمر صاير، لا صاير جانبي، معناته انا معطيك التنبيه، معطيك هني معطيك انذار، لحظه اركد، يمكن هذا يكون صعود فقط تصحيحي، او هذا يكون نهايه صعود. زين هني صار شنو؟ صعود خفيف، بعدها نزل، بعدها شوفني صار شنو؟ الاحمر فوق والازرق تحت، بس شنو صار؟ مايل. عليك نور، مايل. اما تعال هني شوف شنو صار هني، بعد ما تقاطعوا صار الازرق تحت اتجاهه والاحمر هم بعد نازل تحت تحت. شايفين هذا شباب؟ هذا هي الدخول الصحيح حق الموفينج افريج، ان يكون خطين نفس الاتجاه ماشيين. مو يعني شوفوا هني شلون صايرين، شوف الازرق، شوف الاحمر شلون صاير. فانت عندك هني لازم عندك الاثنين نفس الاتجاه نازلين او صاعدين، طبعا العكس صحيح، خلاص انا ادخل بيع وانا مرتاح. هذا بالنسبه حق التقاطعات اللي تصير، او يسمونها في ناس يسمونها توليفه الموفينج افريج، عرفت شلون؟ بالضبط. انزين محمد، شنو قولك على الموضوع هذا الحين؟
بالكلام 100%، بس ال 25 وال 50 ال 100 هذا حق اذا انت تستمر في الشراء، او انت شاري تفكر تطلع او لا. اذا تبي تتاجر مع التقاطعات ال 50 وال 100 ممتاز، حلو تغير ال زين، 25 تخليه 100 ممتاز. يعني شو ما فهمتك. الحين حاطين، احنا الحين 100 وفوق 25، نشيل 25 نحط 50، هذا حق التقاطع. شلنا. اوكي، حق التقاطعات نحط ال 50 عدل. ممتاز. ايوه بالضبط. ايوه، شوف شلون فرق، فرق حيل محمد الحين، اي حيل فرق. يعني حتى معطيك دخول، يعني انا اشوفه انه مبكر اعطاك. بالضبط، عندك بالسلم معطيك دخول ممتاز، كان لين مايلين ممتاز، معطيك صح مع الاتجاه كان. صح اشوف هنا فرصة، روح اشارة اليمين. ان شاء الله. لحظة بدر هني مثلا، لحظة هني، لحظة هني، شفت القاع هذا اللي تكون بدر على اليمين كلش؟ هذا لا لا، تحت تحت بعد. هني شوف الحين، اي مثلا هو الحين معطينا قمة اعلى من قمة، صح؟ اي قمة اعلى من قمة. زين تدري هني الحين المبلغات ما عطى، الحين لو تشتري ما عطاك دخول ترى ابو بدر، ما اعطاك دخول الا حلو. بعد اختراق القمه الثانيه، اعطاك دخول، ودخول صحيح وسريع جدا. يعني اذا واحد كان عنده استراتيجيه شراء من القاع مع انه كان صحيح، لكن لو انه اعتمد على الموفينج افريج ما يقدر يشتري الا بعد كسر اختراق القمه الثانيه. وهذا ايش ما قلنا، فلتر، يعني فلتر حق اي نماذج شعريه. وهذا نموذج راس وكتفين ابو بدر، شايفه؟ ايه لا شايفه اللي هو هني. لو تحط خطوط عليه. ايوه بالضبط، هذا الحين عندي نموذج من نماذج الشعرية. هذا اللي تو شباب تكلمنا، يقول كنت يفضل انك انت بالضبط تستخدم الموفينج افريج مع تحليلك انت، يعني بالضبط. شوف للحين الموبق ما اعطاك شراء، ما اعطاك شراء، بس مع الاختراق وعندك نموذج شعري يا سلام، هذا راس الكتفين واضح جدا. هذا خط العنق ابو بدر ايوه بين القمتين الاعلى. كيف كيفني بالضبط، ايه اذا انزين. اعطاك دخول صحيح صاروخ الى فوق. هذا استخدمه مع النماذج السعوديه، ممتاز جدا. صحيح انزين. في ناس يقول بي انا راح انطر لما يصير تقاطع جديد عندي وبعدها ادخل. قطع صوتي. يا شباب كنا رد اشتغل هاي عندكم سيستم رد. شباب رد اشتغل معاكم السيستم ولا طافي للحين؟ اتمنى بس احد يرد عليه بس في الشات. شغال معاكم، قاعد تسمعون صوتي يا شباب ولا لا؟ تمام اوكي حلو. ان شاء الله راح اعيد كل الاعدادات ان شاء الله. طيب زين، خلونا نشوف شغله هنا. هني عندنا اتجاه هابط، الشموع كلها اللي هني، هذه كلها اللي هني تحت الخط، الشموع هذه كلها تحت خط الموفينج افريج اللي هو الاحمر هني، اتجاهنا هابط. طيب عندنا شمعه صعدت فوق الخط الازرق، هل معناته ان انا اتجاهي صاعد؟ لا،
المدن يتقاطعون. طيب شنو صار؟ صعد فوق الخط الأحمر، ما زال الخط الأزرق تحت، فهذا كله الصعود يعني مستهني إلا لما أنظر بالتقاطع. فهمت علي شلون؟ يوم صار هنا تقاطع، هنا يوم صار الأزرق. أبو بدر ممكن بس دقيقة؟ ها محمد حط ال 14:50 بس انا او بس هذا و... اوكي ما حط زين. هني السعر سكر فوق فوق الشمعه، السعر فوق الخط، هل انا خلاص اشتري؟ لا، انطر الشرط الثاني اللي هو تقاطع. الشرط الثالث لازم يكون الخطين جاه واحد، مو واحد فيهم من فراج نفس هني. لا ايوه عليك نور، لازم يكون خطين مع بعض يمشون يا شباب. زين هني شنو صار؟ انا هني عندي اتجاهي هابط، هني هم بعد الى الان اتجاهي هابط، شويه صار تقاطع بس ها اتجاه متناسب، صاير سيده خط واحد، صاير بالنص، لا هو فوق ولا تحت. هني اكد للهبوط، صار تقاطع، صار انفراج شويه، اثنيناتهم نازلين تحت، نزل معاي السعر. شايفين يا شباب؟ اللي يعني اساسا مع الاتجاه يعني، صح عليك؟ ايوه اساسا مع الاتجاه، عرفت شلون؟ ايوه محمد، كم تبي حط الخطوط قلت لي؟ 14:50 طبعا، هذه اشهر واحده للمضاربه، واتوقع كانوا يستخدمونها الساعه، اتوقع على الساعه ان شاء الله. الحين احطها، هذا اللي سوى عليها اكسبيرت وبدر. اوكي، هذا 14 ايوه 50، وهذا نحط على 50. طيب ايوه محمد، على الساعه عدل؟ اي نعم على الساعه. هذا هذا سلمك الله، واحد مسوي لك اكسبيرت يعني ومقتنع فيه اقتناع كلي. حلو، عطنا شنو الشغل يقول بالضبط؟ مع اي تقاطع ابيع، مع اي تقاطع اشتري، على اي تقاطع مشغل اكسبيرت عليه، سواء خساره ربح، يقول بالنهايه الاستراتيجيه جيده، هو مقتنع فيها يعني. على فريم الساعه يعني الحين خلينا نكتب عشان الناس تسجلهم عندهم. ما قلنا عندنا كم هو اللي 14؟ لا 14:50 بس. 14 روحه. اي يا سلام عليك. اول واحد اللي شرحناه اللي هو على بالضبط. هذا مو في اورج 14. طيب انت محمد قلنا 50 ولا كنا على
عرفت شلون؟ فهذه هي ميزه الموفينج افريج، ان الكل او اكثر الاشخاص يحطونها كفلتر لهم حق شغلهم. زين، منو عنده استفسار على الخط الموفينج افريج، او اذا هو متداول الموفينج افريج وحاب انه طيب خلينا ناخذ الحين اول، خلينا ناخذ الاسئله الحين. السؤال الاول، بالنسبه هل عادي تعيد الاعدادات؟ اي عادي ماكو مشكله عيد الاعدادات بعد. فهل خطا ان نقول اذا نزل موفينج افريج فاحنا قاعد نخسر؟ لا، احنا مو قاعد نخسر، يعني احنا بالنسبه حق المتداولين باسواق سوق الفوركس بالعقود الفورقات، هي في هبوط وفي صعود، يعني في بالباي والسل، هذا بالنسبة حق استخدام موفينج افريج. اما بالاشخاص اللي يتداول فقط بالباي بالشراء، هذا شيء اذا نزل معك اشاره السعر خروج، اشاره خروج لك، ايوه اشاره خروج من الصفقه او من السهم اللي شاريه او من العمله اللي شاريها. هذا بالنسبه بالنسبه حق الاعدادات، شلون ممكن تعيد الاعدادات؟ ماكو مشكله، سهل نعيدها. اول شيء انا راح اشيل هذول كلهم الخطوط عشان ارد اسويها من اول شيء. بس ما قلنا يا شباب لازم يكون عندك نماذج فنيه، لازم تكون عندك نماذج فنيه، بروح الموضوع راح يكون صعب حيل، لان ممكن تعطيك اشارات غلط. طبعا محمد بالمستقبل يعني الشخص متداول خاص صار راعي، يعني لا نظره بالشارت، حتى لو مش يكون واحد يعني خبره، لا ترى بالممارسه كل شيء يصير معك. رئيس اقل شيء يعرف قمه اختراق قمه بس. ايه بالضبط، إيه هذا شيء كلاسيكي يعني، عارف شلون؟ اي طيب. إيه بس يعرف من إيه. الطريقه هاي حلو. زين، اول شيء يا شباب نروح على كلمه انسيرت، نروح على انديكيتر، نروح على كلمه ترند او اتجاه، نروح على موفينج افريج، نروح هنا على طول عندنا اللي هي الاعدادات هذه. هذا كلهم خلص ما هما، تروح على اول وحده بار ميترز، هذا هنا تحط الاعدادات. انا انصح هذا كله خليه سمبل، يكون بسيط احسن، او اكسبونشن يعني. هذا كله يعني انا بالنسبه لي اشوف على الخبره وعلى الناس اللي سالتهم، الكل مثبت على السمبل وعلى الكلوز، والارقام عاد هو يلعب فيهم لعب الارقام. يعني في ناس يقول لك يحط لك موفينج 200، على حسب بنهايه لما تبحث بالتوليفات وتسوي هذا وتطبق، ذيك الساعه راح تعرف شنو التوليف اللي تناسبك. رئيس المتين، المتين حق المتداول على مدى طويل، المتين ممتاز له، بس يعرف الاتجاه وينه، صح ولا لا أبو بدر؟ المتين عشان يعرف الاتجاه وينه، صاعد ولا هابط؟ عليك بس ما يعطيك نقطة دخول قوية، لا يعني يعطيك الاتجاه صاعد، أي استراتيجية معاك للشراء توكل على الله، أنت الحين باتجاه صاعد. صحيح. بس بارسل أبو بدر الحين. بس دقيقة أبو بدر، يعني يسوي لك مثلاً مقاومة متحركة أو دعم متحرك، 200 باختصار، هذا دعم متحرك أو مقاومة متحركة. حلو. شوف هنا شباب، هنا شباب، هنا عندنا شمعة سكرت فوق الخط 200، أعطانا بلش يعطينا اتجاه صعود. طيب رد مرة ثانية عليه مستوى دعم. أيوة صار دعم متحرك. صحيح. بعدها ظل محمد كم يوم؟ ظل تمام فوق 3 أسابيع أو آسف أسبوعين كله صعب. هذا عشان نوعية الاتجاه اللي أنت موجود عليه. حلو. نزل. بعدها شو صار؟ نزل السعر سكر تحت. يوم توب محمد شنو قال لي؟ يقول لما أنت تتعلم على بعض النماذج أو تتعلم على شيء كلاسيكي، شنو راح يفيدك تتوقع؟ انا وش راح يفيدك فيه؟ اول شيء يا شباب عندنا هني اعطاني منطقه دخول، مثال هني قال والله خلاص اتجاهنا صار صعد، من اول ما الشمعه هاي سكرت فوق خلاص صار اتجاهنا، الشمعه هذه خلاص صار اتجاهنا صعد. اوكي حلو. زين انا ليش استعجل اشتري على طول؟ انطر يعطيني السوق رياكشن. مثال شلون يعطيني؟ يعطيني تصحيح، يعطيني
مثل اللي صار هي. هذا بالنسبه ل 200 بس. اي مثلا اي ليش انا كنت اساسا يعني كل هذا اعطاني تصحيح كانتظار يعني ها قاعد يتجمع بالسعر او على في ناس يسمونه هذا هني مكان السيوله اللي صارت. ونزل السعر حلو. طيب حتى بنزلت السعر ما لمس الخط فصار معانا هني اشوف انا هاي منطقه ممتازه اني انا انطر. انت خلاص مستعجل اشتر من هني وخلص من اول شيء لا تنطر هذا يصير تصحيح او شيء بس احنا قاعد نقول كشيء يفيدك. حلو كشيء يفيدك انت كتحليل فني كدراسه فنيه. هل اكتبها عندنا 200 على فهم الساعه هو دعم او محرك؟ ايه اقدر ادش بعدها مو مع الكسر مع الاختراق بعدها اقدر ادش. ايوه مثلا اخترق السعد ورد مره ثانيه على الموبنج انا عندي فرصه دعم صحيح. يعني شوف محمد هني عندنا حتى هني ترى في نموذج كلاسيكي فيه في راس كتفين هني هذا كتف وراس وكتف ما عندي تقاطع. ايوه عليك تجرب ال 14 أيوة. الحين على النموذج هذا لأول مرة شرحها أبو بدر هذه 14 بروحها. نعطيني كسر ونموذج كلاسيك. أيوة هني هني معطيني أنه بينزل شيء نزول وبعدها أنا أقدر أشتري من منطقة هذه راح تكون عندي هني منطقة الشراء أو أنك أنت خلاص ومعطيك السلم ممتاز مع 14 مع نموذج كلاسيكي معطيك سلم ممتاز. إيه صحيح. يعني أنت تقدر يا شباب تدخل أكثر من موفينج أفرج يعني وكان بالنهاية أنت لما تروح لما تتقن الشيء وتمارسه راح تعرف شلون تدش متى تطلع متى كل شيء. عشان تذكرون يا شباب بالبداية أنا قلت الاستراتيجية اللي هي على 4 سنين هنا يا شباب عندي كسر بالضبط تحت وبعد مرة ثانية بس كاتجاه اتجاهنا كان صاعد. التوليفات اللي صارت يعني او الاكثر اشخاص اللي يستخدمون توليفات الموفينج افريج مره بس دقيقه 200 يحدد نوع الاتجاه 200 يحدد نوع الاتجاه بعدها اقدر استخدمه انه مقاومه متحركه ودعم متحرك. شنو يعني مقاومه متحركه؟ يعني اذا السعر وصل له من تحت السعر كان وصل له لفوق انا ممكن اقدر ابيع او افكر في البيع او السعر نزل له مره ثانيه انا عندي منطقه دعم ممكن افضل اني اشتري. طبعا يفضل تكون نماذج كلاسيكيه موجوده وشايف ان استراتيجيه جيده يعني نوعا ما جيده. في شباب في عندكم استفسار في سؤال نختم محمد تبي تقول نختم؟ يعطيك العافيه بدر ما قصرت درس ممتع وبسيط. الله يعطيكم العافيه يا شباب ونشوفكم شباب. شخص يبي اي توليفات او اي معلومات عن موفينج افريج او اي شيء عن السوق او التحليل دار عوضي بالميزانين وحياكم الله بدونيه نورسيم اكاديمي كل يوم اثنين الساعه 7 بالليل نقدمها انا اخوكم محمد الانصاري مع الاستاذ عبد المحسن العصيمي. فادعوكم انا اي شخص فيكم ما فهم الدرس ان شاء الله تلاقيه على اليوتيوب على قناه نور اكاديمي على اليوتيوب. واذا ما حصلتهم بعد تقدر تزورنا الشركه وان شاء الله مضافين الشركه ما راح يقصرون معاكم ولا شيء سواء بالاكاديمي ولا بالانسان الاستثمار ما حد راح يقصر معاكم ولا شيء. حياكم الله جميعا ويعطيكم العافيه وشكرا نور سي ام اكاديمي على الدورات اللي تسوونها المجانيه واللي تزيد ثقافه المتداول. جواكم الله ومع السلامه.